لن نتخلى على السلجم الزيتي، يبقى على كل حال في برنامج خصوصا إنتاج البذور الجزائرية الوطنية اللي تطلب أكثر من 3 سنوات باش يكون عندنا لا سومونس ناسيونال. هذه تكون عندنا مرحلة أولى بالنسبة ل يعني إنتاج بذور جزائرية للسلجم الزيتي. مرحلة أخرى راه في يعني انطلقنا في برنامج تاع إنتاج ما يسمى عباد الشمس تورنوسول، هكذا هذا احنا هنا بدينا في يعني في المرحله تاع ليكسبيريمونطاسيون. وعلاه عباد الشمس؟ لان عندنا تاريخ في الجزائر منذ سنوات، في السنوات القديمه كان انتاج هذا تاع التورنوسول، الناس يعرفوا المسار التقني